من الخرطوم ينضم إلينا دكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن، المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية في ولاية الخرطوم. أستاذ محمد، يعني هل لك أن تطلعنا على أعداد القتلى والمصابين الذين خلفهم هذا القتال الدائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم، أترحم على المؤتة وعجل الشفاء الذي ما زال يعمل في تقديم الخدمات الصحية تحت ظل هذه الظروف. الأعداد عندنا الإصابات وحتى فجر اليوم وحتى فجر اليوم فيما يلي ولاية الخرطوم التي تشكل 20% من سكان ولاية الخرطوم ولاية السودان، والتي ما زال الاشتباكات والمواجهات مستمرة منذ صباح 15/4 وحتى فجر اليوم. مجموع الإصابات 2941 إصابة تم استقبالهم في المستشفيات العاملة وهي 99 مستشفى من أصل 134 مستشفى، 287 حالة في المستشفيات الحكومية و1654 حالة في المستشفيات القطاع الخاص. مجمل الوفيات التي موثقة عندنا بشهادات وفاة أو تحويل إلى المشارح 199 حالة حتى فجر اليوم، 93 منها في المستشفيات الحكومية و106 في المستشفيات القطاع الخاص. مجموع عدد العمليات الكبيرة أو الخطرة التي تم إجراؤها عدد تراكمي ده منذ يوم 15 وحتى فجر اليوم 501 عملية جراحية. الحالات الخطرة التي ما زالت بالعناية المكثفة هي 51 حالة. عدد المستشفيات العاملة هي 99 من أصل 134 مستشفى في القطاعين العام والخاص. عدد مراكز غسيل الكلى والتي تخدم حوالي 4000 مريض لغسيل الكلى الطارئ وغير الطارئ 24 مركز من أصل 30 مركز. هنالك ايضا المراكز الصحيه المرجعيه والتي الان خصصت لمتابعه الحالات المزمنه التي كانت تتابع في المستشفيات التي تم اخلاؤها بالكامل، هي 51 مركز صحي من اصل 81 مركز صحي موزعه في 7 محليات التي تكون ولايه الخرطوم. هذه المراكز خصصت لمتابعه الحالات المزمنه، وما ان تبين تحويل حاله إلى التنويم بأحد المستشفيات يتم تحويلها لمستشفيات الطرفية وشفا الطرفية التي تمتاز بالبيئة الآمنة. هذا طيب. هو الوضع حتى فجر اليوم. طيب، يعني في ظل تعطل المستشفيات العاملة وتقلص أعدادها، ماذا عن حتى جاهزية هذه المستشفيات العاملة وقدرتها على استقبال هذه الحالات والتعامل معها؟ طيب، نحن في ظل الأزمة الآن هذه المستشفيات تعمل باستراتيجية وآلية العمل في الأزمة، في الكرايسيس مانجمنت، في ديزاستر مانجمنت. بنعمل بالحد الأدنى من الكوادر لتأمين الخدمات في المستشفيات، لتأمين الخدمات الطارئة وشبه الطارئة، الطوارئ والعنايات المكثفة والوسيطة والعناية القلبية والعمليات الجراحية وطوارئ الأطفال وطوارئ الحمل والولادة. والطوارئ القلبية، يعني الطوارئ هي شاملة كل الأنواع الطبية. يعني نعمل بالحد الأدنى من الكوادر حتى نضمن التغطية بالمستشفيات العاملة 99. يتم الإمداد في حالات الهدنة، بحمد الله سبحانه وتعالى تم إمداد كافي للمستشفيات كثيرة التردد والمحصور عندنا في كل المحليات السبعة والتي قريبة من مناطق الاشتباكات المركزية. تم تأمين الغذاء الكامل، مخزون مطمئن بالنسبة لنا للكوادر العاملة والمرضى المنومين الذي يتراوح عددهم من 150 مريض الآن منومين في هذه المستشفيات، نتمنى لهم الخروج عاجلا من المستشفى. وتأمين اسطوانات الأكسجين بالنسبة لعدد من المستشفيات التي ليس لديها توليد ذاتي للأكسجين، وتأمين الوقود أيضا لعدد من المستشفيات التي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي. والغرفة المركزية يعني مساهرة وعاملة ليل نهار لإيجاد كل الحلول البديلة الممكنة لتأمين الخدمة الصحية في ظل هذه الظروف. طيب دكتور محمد، يعني أضيف إلى المشهد بالإضافة إلى أعداد المصابين وأيضا الحالات المزمنة والحالات الطارئة التي تحدثت عنها، أضيف أيضا إصابة أو ظهور إصابات متعددة بالكوليرا ربما كنتيجة لوجود الجثث وانتشارها في الشوارع، يعني ماذا عن هذا الملف؟ هل هناك حصر؟ هل هناك آلية للتعامل مع هذه الإصابات؟
نحن متابعين هذا الأمر عن كثب. هي 4 حالات فقط تعاني من الإسهال والطرش، حالات لمرضى كبار السن، ولم يؤكد الفحص الآن حتى الآن وجود كوليرا من عدم وجوده، وهي في منطقة محددة معلومة لدى الغرفة المركزية. أتت 4 حالات فقط قبل يومين في مستشفى محددة أيضا، لم يؤكد الآن الفحص ما إذا كانت كوليرا ولا التهاب معوي حتى الآن. طيب يعني منظمة الصحة العالمية أيضا حذرت من يعني ما قد ينتج عن انتشار الجثث في الشوارع وعدم يعني إزالة هذه الجثث نتيجة انعدام الأمن، هل لكم تطلعنا أيضا على مجهوداتكم في هذا الشأن في ظل الوضع الراهن؟ نعم، قد أشرت سابقا قبل 3 أو 4 أيام بخصوص هذا الموضوع والتوجيه الصادر من حكومة الدولة من حكومة السودان بتكليف الجهات المعنية اللي هي القوات الشرطية بتفتيش المناطق الآمنة ما إن تواجد الجثث من عدمه وتوصيلها إلى أو إرسالها إلى المشارح الخمسة الموجودة في ولاية الخرطوم. وحسب معلوماتنا أن هذا الأمر تجاه المسؤولة منه الجهات العدلية والشرعية التي يتبع لها هذه المشارح فيما يخص الجثث غير الوصلت إلى المستشفيات. دكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية في ولاية الخرطوم، شكرا جزيلا لك.